خلينا في عمرو. خلينا في عمرو. عمرو دياب بيساعد في تنشيط السوق. يعني عمرو دياب دايما كل ما بينزل بيساعد في تنشيط السوق وبيبقى حدث كبير. دي فايدة ليه وفايدة لأي فنان ينزل معاه، دي حاجة. الحاجة التانية، مفيش دلوقتي عندنا جمهور بيسمع سين ويسمعش صاد. يعني دلوقتي الجمهور بيسمع كله، خلاص الموضوع بقى خلاص بيدوس على زرار. يعني حتى مش صعوبة انك تنزل تشتري سي دي زي الاول. فممكن ناس كتير جدا تسمعني وممكن ناس كتير جدا تسمع عمرو. لكن عشان احط نفسي مثلا في قصة منافسة او انا نازل بعديه وهتأثر، التفكير ده اساسا ما ينفعش يجي على بالي. يعني التفكير في ان انا هو نازل، طب انا اخر، يعني ما بقناش زي بعض عشان نعمل حساب بعض. لا اخشى منافسة عمرو عشان هو بيفتح السوق، مش عشان انا ما بخافش منه. لكن وفي نفس الوقت مش بقولك ان انا بخاف منه برضه، لكن انا بتكلم في نقطة بعيدة خالص عن مشاعر. انا بكلمك بنتكلم في تاريخ، ولا انا هينفع يبقى بقالي كتير بغني، ولا هو هينفع يقلل المده اللي نجح فيها. هو خلاص عمرو دياب، يعني اسمه خلاص كفايه. فالمنافسه ما مش موجوده اصلا، مش موجوده عشان برضو في حد كبير وحد قليل. لا، في ناس بتحب تسمع عمرو قوي وفي ناس بتحب تسمع ناس تانية. يعني السبب في ان الفنان يظهر او ما يظهرش او مستواه يقل، ما بتبقاش ظهوره من عدمه قد ما يكون انه بيقدم حاجه كويسه. يعني ممكن يكون ظاهر كتير، بيغني كتير، بينزل ألبومات كل شوية، بيعمل أوديوهات كتير، بس الأوديوهات نفسها مش على المستوى المطلوب. وممكن واحد برضو مش ظاهر كتير يعمل سنجلات مش على المستوى المطلوب. وممكن واحد يعمل ألبوم وبعد ما الألبوم ينزل يعمل سنجل، هي السنجل دي تبقى كويسة. فالسبب الرئيسي في نجاح حد من عدمه هو الاختيار، إن أنت تختار الأوديو ده حلو، الأغنية دي حلوة ولا وحشة، الأغنية دي فيها كلام هيمس الناس ولا مش هيمس الناس. بس لكن انت ممكن تحاول ان انت تنقذ نفسك، يعني تنقذ نفسك بسنجلز وفي الاخر خالص انت يعني مش حلوين. طب هتبقى انت يعني، فالفكره مش هي اللي بتنجح. يعني فكره السنجل مش هي اللي بتنجح او هي اللي بتوقع. فكره الاغنيه نفسها هي اللي ممكن تعليك او ممكن تنجح.